الباقة تعتبر فئة الفرق هي الأكثر متعة، فئة تظهر فيها المواهب وتعطي مساحة للنجوم الثنائية أو حتى النجوم الفرديين بأنهم يظهروا مواهبهم ونظرة للمستقبل. لكن في آخر السنوات الـ WWE عانت ودخلت في تخبط مو طبيعي مع هذه الفئة. كل هذا بناقشه معكم في هذه الحلقة، خلينا نتكلم عنها. يا اهلا وسهلا متابعينا الكرام من وين ما كنتم، معكم جود جي دي 13 من هروج مصارعه. في البدايه لازم اشكركم على دعمكم المتواصل لتطوير هذه القناه وافرادها، فشكرا لكم. حلقتنا فيها نقاش عام وراح نشارك فيها الاراء المختلفه عن ضياع فئه الفرق في الـ WWE. خلينا نقول بسم الله ونبدا. طبعا عبر السنوات اعتبرت فئة الفرق هي المكان المناسب لإظهار المواهب الحقيقية، وأيضا مكان للنجوم اللي يحتاجوا تطوير لنفسهم ولشخصياتهم عشان يساعدوا تطوير الشركة ومستقبلهم الشخصي. طبعا لازم أرجعكم شوية في التاريخ عشان أشرح لكم كيف بدأت هذه الفئة. أول مباراة مسجلة كانت في سان فرانسيسكو 1901، وكانت تعتبر من مباريات الخاصة أو بين قوسين جيميك ماتش. من بعدها بدأ الجمهور يتحمس مع فكرة فئة الفرق حتى عام 1930، لكن ما زالت الفكرة بشكل كامل مباريات مهمشة أو غير مهمة. إلين نجي لعام 1950، اتحاد ناشونال رسلينج ألاينس NWA كانوا أول اتحاد يرسموا هذه الفئة، وتوجوا أبطال جدد بهذا الألقاب الجديدة، والأبطال هم راي أكرت وهارد بويلد هاجرتي. من بعدها ازدهرت فئة الفرق بشكل قوي وانشهرت في اتحادات WCW و WWF بتنوع الفرق بشكل عام. طبعا ما نقدر نبدأ نتكلم عن تطور هذه الفئة إلا لما نذكر الفري بيردز والفون إريكس. الفريقين هذول هم اللي أسسوا شهرة الفئة وغيروا هوية الفئة بشكل عام بإبداعاتهم، بشخصياتهم المختلفة، وحتى عداوتهم كانت أسطورية للفترة هذيك. لكن نقطة التحول بدأت من 1982. فئة الفرق بدأت تظهر كفئة جدا قوية ببناء القصص والعداوات، وأعطوا فيها فرص مختلفة لكل أنواع النجوم. وطبعا الحلو في هذه الفئة إنها تعطيك مساحة كمنظم كبرودوسر إنك تعرف مين هم النجوم الاستثنائيين اللي لهم مستقبل جدا ضخم وكبير كنجوم فرديين. وشفنا أمثلة كثيرة عبر السنوات، ومنها الهارت فاونديشن، وكيف من الهارت فاونديشن طلع بريت هارت بنجوميته وموهبته، واللي انطلقت في أول التسعينات مع عدوه اللدود شون مايكلز اللي كان يمثل ذا روكرز، وكان جدا مختلف شون مايكلز عن زميله اللي كان معاه في ذا روكرز مارتي جيناتي. وفي نفس الوقت فئة الفرق تخليك تعرف كيف تنظم وتستهلك النجوم المتوسطين اللي نجوميتهم تعتمد عليهم كفريق أو كمجموعة مو أفراد، ومنهم كثير. شفنا رود ووريرز، نيو ايج اوتلوز، البريسكوز، روك ان رول اكسبرس، الميدنايت اكسبرس، موتور سيتي ماشين غانز، The Usos واليونج بوكس. نجي للـ WWE. قدرت WWE تنشئ لنفسها مصنع مواهب ما يوقف أبداً، واللي هو NXT، وقدرت NXT تساعد في تقديم فرق ونجوم مختلفين يعطوا فرصة للـ WWE في تجربة تكوين فرق جديدة أو حتى استغلال الفرق اللي موجودة في NXT. لكن للأسف الفريقين الوحيدين اللي نجحوا هم الأوسوز والنيو داي، وهذا بسبب تعامل الـ WWE معهم كسلعة لها تاريخ انتهاء، يبوا يحلبوهم لين يتحولوا من منتج له طلب عالي لمنتج إضافي يساعد السلع الجديدة واللي هم الفرق الجديدة. فصار طريقة استثمار الفئة جدا محكور وبطيء، وشفنا ضياع كثير لفرق مختلفة وحتى محاولة تكوين فرق جديدة كان لها إعجاب واهتمام من الجمهور بس مو من الإدارة، لدرجة سحبوا أغلب فرق NXT وقشعوهم، والحين NXT تشلحت وما فيها أحد وبدون فرق، شيء غريب
لكن لازم نكون صريحين مع نفسنا شوي. في 2016 ل 2018 الدبليو دبليو اي قدرت تستغل وتستهلك افضل فريقين واللي هم الاوسوز والنيو داي، وكان بشكل خرافي على حس مين؟ على حس اساطير ومواهب لهم مستقبل كافراد او كمجموعه. الاستفاده كانت مؤقته لنا كجمهور للاسف، لكن مربحه لهم كشركه. الناس في السنتين هذه تشتري وتحضر كل شيء له علاقه للفريقين هذول. حتى شفنا طريقه دفع الاوسوز كانت مع رومن رينز وذا روك في اكثر من مره، وضيف عليها النيو داي اللي أعطوهم مساحة ضخمة من الوقت عشان يفردوا كل مواهبهم على حس المواهب الثانية اللي كانت تحتاج دقائق في فقرات أو حتى نزالات بسيطة عشان يعرفوا الناس عليهم. وكذا انحكرت الفئة على الهامش الربحي للشركة، وبسبب هذا كله صرنا نجوم، خسرنا فرق، وقتلوا الكثير من الفرص والقصص اللي كنا نتمناها. لكن نجي ل 2019 والوقت الحالي. الـ WWE متورطة بفئة مستهلكة جد تعاني من إصابات وتكرار في القصص والعداوات. متخيلين من 2016 للحين انحكرنا وانجبرنا كجمهور ان نشوف فريقين بس يتسلطوا على الفئة بشكل غريب. اوكي عداواتهم كانت حلوة وجميلة لفترة، بس في 2019 للحين الوضع مزري. كان في فرص كثيرة للتنويع، وفي الاخير صار عندنا فئة واحدة شبه منتهية اذا ما كانت منتهية. الاوسوز اصابات متكررة، النو ديف دوامة روتين الشخصية اللي ما هي راضية تنتهي، والحين طلعوا لنا فورغتن سونز من NXT اللي كانوا بمعنى الكلمة منسيين في NXT. تخيلوا أكثر من سنة ونص وNXT تحاول فيهم مع الجمهور وما نجحوا. وأبرز شيء في مسيرة The Forgotten Sons فوزهم على النيو داي في سماك داون. طيب الريفايفل، The Good Brothers، The Club، يا أخي أليستر بلاك وريكوشي كانوا متعة مع بعض. طيب أقل شيء درو قولك ودانيا براين، ليه مو فريق؟ هم أفراد في قصة واحدة مو عداوة، شيء يمغص. في الأخير ما أدري إيش أقول الصراحة، لكن WWE مهم جدا أنها تهتم في هذه الفئة وما تهملها أبدا، لأنه هذه الفئة قاعدة تنتعش في اتحادات ثانية وخاصة AEW، وللفئة هذه شعبية ضخمة. خسارة الفئة هذه بسبب العمل الربحي يعتبر إهانة لكل شيء صار للفئة هذه في التاريخ. للأسف كان بيدهم فرق بالهبل. أنا من الأشخاص اللي أهتم بهذه الفئة لأنه منها قدرت أشوف ناس يبرزوا منها، زي إيج مع كريستيان، زي جيف هاردي مع مات هاردي، زي راندي أورتن اللي كان مع إيفولوشن وغيرهم. يا أخي شيء والله يقهر. وصلنا في الأخير، وإن شاء الله ما أكون قصرت معاكم، هذا مجرد رأيي الشخصي عن الفئة هذه اللي بدأت تروح فيها في WWE، والحين قاعدين نشوف شعترة وغصب أنهم يدفعوا في نجوم احنا ما ندري عنهم اشياء جديدة ومختلفة. حتى في منهم نجوم ما قد شفناهم في NXT او ما قد شفنا اصلا لهم مساحة في NXT، فتبغاهم ينجحوا في WWE بالغصب. فاعطوني اراءكم في التعليقات تحت اذا تتفقوا معايا او تختلف. شكرا على دعمكم المعتاد، يعطيكم الف عافية، وكذا اقول لكم الى اللقاء.